اهلا بيكو في الفيديو الثاني من محاضره الايفالويشن بتاع الليرنينج اند تيتشينج. في الفيديو اللي فات اتكلمنا مع بعض بشكل عام عن ايه اهم العناصر اللي بنحتاج نشوفها علشان نعمل ايفالويشن كويس لادائنا في الكورس، وفي نفس الوقت نقدر عن طريقها نقيم اداء الطلاب برضو كمان، عملوا ايه كويس وعملوا ايه مش كويس. في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم على نقطة مهمة جدا، وبرضو للأسف ان من خلال يعني السنين اللي فاتت في شغلي في اماكن مختلفة لقيت ان قليل قوي 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 من الناس اللي بيهتم بالموضوع ده، وهو موضوع ربط الاسسمنت ريزلتس بالobjectives. ده الحقيقة هو اللي هيخلينا نقدر نعرف احنا حققنا اداء كويس في الكورس ولا لا. خلي بالك احنا لما اتكلمنا على الكورس اوبجكتيفز قلنا ان دي الحاجات اللي المفروض الطالب يطلع بيها من الكورس، علشان الطالب يبقى استفاد من الكورس. العلاقة مش ان هو نجح في الامتحان ولا ما نجحش في الامتحان، العلاقة هو الامتحان فعلا قاس الاوبجكتيفز ولا قاس حاجة تانية. ويمكن برضو كلمنا على الجزء ده في الديزاين بتاع الاسسمنت، ان المفروض الاسسمنت يقيس الاوبجكتيفز ويبقى ريليتد ليه دايركتلي. طيب بعد ما الاسسمنت، بافتراض بقى ان انا عملت الاسسمنت سواء امتحان او اكتيفيتي او بروجكت او عرفت فعلا اربطه بالاوبجكتيفز، ازاي اشوف الاداء بتاع الكورس كان كويس ولا لا؟ طب الطلبه كلهم نجحوا، يا ترى كل الاوبجكتيفز برغم ان كل الطلبه نجحوا، يا ترى كل الاوبجكتيفز بتاعت الكورس اتحققت معاهم؟ ولا كان في واحد من الاوبجكتيفز كلهم كانوا ضعاف فيه؟ وساعة ما يجي واحد من الاوبجكتيفز كلهم ضعاف فيه يبقى مين اللي غلطان؟ انا اللي ما عرفتش اوصل لهم. لما الاقي كل اداء الطلاب اللي عندي او الترينيز اللي عندي في الحته دي ضعيف، يبقى انا لازم اغير اسلوبي في عرض النقطه دي. والعكس لو كلهم عملوا كويس قوي 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 قوي، يبقى انا مش قادر افرق بينهم. اوكي، طبعا كويس كلنا متوسطين وهم متوسطين وكل حاجه، لكن يا ترى هو ده اللي انت عاوزه، ان كل الناس تبقى جايبه A او كل الناس تبقى جايبه 95% في الامتحان؟ اكيد انت عايز تشوف توزيع، علشان التوزيع دي برضو بتقول لك طريقه تقييم الاداء واضحه ولا مش واضحه. النهارده لو كله جايب 95% لان انا حطيت لهم سؤال 1 زائد 1 بيساوي كام؟ كله جاب 2 وفي 1 ولا 2 في النص وهم اللي يعني كتبوا 3 بدل 2. يا ترى ده معناه ان الناس عرفت تجمع؟ الناس اتعلمت فعلا الجمع؟ ولا انا اللي بالصدفه جبت لهم حاجه سهله قوي اي حد هيعرف يعدي فيها؟ هو ده بقى اللي بنبقى عايزين نشوفه لما نيجي نبني اللينكج اللي بنتكلم عليها دي. فاول حاجه وانت بتبني التولز بتاعتك لازم كل جزء من الايفالويشن في التول يبقى لينك بالاوبجكتيف، بمعنى ان انا بقول والله السؤال ده بيقيس الاوبجكتيف ده، والسؤال ده بيقيس الاوبجكتيف ده، والبروجكت ده بيقيس الاوبجكتيف ده وده وده. ساعتها يبقى عندك مشكله، مش مشكله كبيره يعني. لما تقول بروجكت بيقيس الاوبجكتيفز دي 1 و2 و3، يبقى انت المفروض من جوه البروجكت انت مقسم الاسسمنت بتاع البروجكت لكذا حته، بحيث ان مفيش حته تقيس اكتر من اوبجكتيف. يقوم لما تيجي تاخد الدرجات بتاعت كل حته او التقييم بتاع كل حته منهم تقدر تقول يبقى الاوبجكتيف ده اتحقق منه كذا في المية. ده يعني يمكن هنا انا عامل رسمه بسيطه بتحاول تشرح ايه اللي انا اقصده بالكلام ده. يعني مثلا هنا دلوقتي احنا عندنا امتحان فيه 5 اوبجكتيفز، والامتحان ده امتحان لكورس له 3 intended learning outcomes او 3 objectives. هنا انا اسف انا قلت 5 objectives، اقصد 5 اسئله، 5 questions. فباجي اقول والله الكويستشن نمبر 1 بيقيس اداء الطالب في الاوبجيكتيف نمبر 2، سؤال نمبر 2 بيقيس اداء الطالب في الاوبجيكتيف نمبر 1، الاقي الاوبجيكتيف نمبر 3 بيقيس في نمبر 3، وبعدين في ريبيتيشن نمبر 4 بيقيس نمبر 2 كمان، يبقى انا عندي 4 و1 بيقيسوا اوبجيكتيف نمبر 2، عندي 5 و2 بيقيسوا اوبجيكتيف نمبر 1. يبقى انا كده دلوقتي بعد ما صححت الامتحان جبت الدرجات بتاعت كل طالب في
السؤال الاولاني، السؤال الثاني، الثالث، الرابع والخامس، بقدر اقول والله طيب يا جماعه انا عندي الافريج سكور في السؤال نمبر 1 هو 70%. ساعتها اقدر اقول من خلال السؤال نمبر 1 ان الاوبجكتيف نمبر 2 اتحقق 70%. وكذلك لو ان في اوبجكتيف نمبر 2 او اوبجكتيف نمبر 1 مثلا بيتقاس بكويستشن نمبر 2. طبعا لو عندي اكتر من سؤال زي مثلا ما هنا انا عندي 1 و4 بيقيسوا اوبجكتيف نمبر 2، يبقى من خلال ده ممكن اخد الافريج، او لو ان انا شايف ان السؤال ده يستاهل وزن اكبر يبقى ما يسمى بالويتد افريج. الموضوع فيه شويه ستاتستكس، بس ستاتستكس مش كتيره. عمليات الحسابات الاحصائيه يعني اللي موجوده في العمليه دي ما هياش مشكله كبيره خالص، بس للاسف طبعا وقتنا هنا مش هيسمح ان احنا نتكلم فيها، ممكن نبقى نتكلم فيها لوحدها في كورس تاني او في مجموعه محاضرات تانيه. المهم ان نفس الكلام ينطبق على لو بدل ما انا بتكلم على امتحان بتكلم على اكتيفيتي. احنا قلنا الاكتيفيتي انا بقسم الايفالويشن فيها لكذا جزء، وكل جزء له روبريك او تقييم حتى من غير روبريك. المهم ان انا في الجزء ده المفروض انا بقيمه هنا علشان بقيس الاوبجكتيف ده. حاجه حقيقه مهمه بقى اللي المفروض ما ننساهاش ابدا، وهو ان الاوبجكتيفز دي اللي انا حطيتها في الاول خالص هي اللي بتاثر على كل حاجه بعملها بعد كده في الكورس. مفيش معنى ابدا ان اجي احط سؤال مثلا في الامتحان وبعدين ابص السؤال ده بيقيس انهي اوبجكتيف، ده مش بيقيس ولا اوبجكتيف، طب انا حاطه ليه؟ اوكي، ساعات ده بيبقى مؤشر ليك ان انت في اوبجكتيفز ما حطيتهاش كويس، او كان المفروض يبقى واحد من الاوبجكتيفز الكلام ده، لكن غالبا ما بيبقى العكس، وهو ان معناها ان السؤال ده ملوش لازمه، السؤال ده ما كانش له داعي انه يتحط، بيقيس حاجه خارج الاوبجكتيف سواء اعلى منها او اقل منها، يبقى المفروض يتشال، او على الاقل لو كان موجود ما ادلوش درجات. ليه؟ لانه ما ياثرش على اداء الطالب في الكورس ده. مش معقول انا اكون بديك كورس حساب واقيمك على اللغويات، فازاي اديك درجه؟ الكلام ده قلناه في الاسسمنت، ازاي اديك درجه على ان انت غلطت في الاملا في كورس الحساب؟ في كورس الحساب الاوبجكتيفز بتاعته مش ان انت تبقى شاطر في الاملا، والعكس صح؟ يبقى بالتالي هنا انا محتاج دايما اراجع الكلام ده. عشان كده لما لو رجعت محاضره الديزاين بتاع الكورسز هتلاقي ان احنا قلنا بتخش في سايكلز، اوكي، بتلاقي نفسك عملت سايكل. طبعا هنا برضو الموضوع ده في شغل، مثلا في حاجه اسمها التيبل اوف سبيسيفيكيشنز للكورس، ممكن بنحتاجه في كورسز وما بنحتاجوش في كورسز. ممكن مجرد ان انت بتبص على الاسسمنت تولز وتقول الاسسمنت تولز دي هي اللي بستخدمها، وبستخدم الاوبجكتيف ده هقيسه بالتول 1 و2، والاوبجكتيف ده هقيسه بالتول 2 و5 مثلا، او 3 و2 اي مكان. المهم ان انا ده كله بيدخل في توصيف الكورس، والاسسمنت تاني واهم حاجه لازم يبقى مربوط بالاوبجكتيفز. يبقى احنا هنا اتكلمنا في الفيديو ده بسرعه على اهميه ربط الاسسمنت تولز بالاوبجكتيفز، واتكلمنا بسرعه على ازاي نربط اجزاء الاسسمنت تول بالاوبجكتيفز، لان لما بعمل امتحان غالبا ما بقيس فيه اكتر من اسسمنت، ولما بعمل بروجكت غالبا ما بقيس فيه اكتر من اوبجكتيف، وهكذا. يبقى بالتالي لازم يبقى فيه اجزاء جوه كل اسسمنت تول. المره الجايه ان شاء الله في الفيديو بتاعنا الجاي هنتكلم شويه عن ازاي نجهز الكورس ريبورت، ودي بتبقى مسؤوليه التيتشر او الترينر علشان تحسين الاداء المستمر. أرجو أن أشوفكم معايا الفيديو الجاي إن شاء الله.